الحضن اللي عمري ما هنساه. حضني وفرحي كان بيحاول يقول لي حاجات كتير. في الحضن اللي بيقوي، ده اللي بيخليك تعدي كل حاجة. لما بتحضني بحس انها بتقولي ما تخافيش، الدنيا هتبقى احسن. انا هنا، حضنها على طول بيقولي كده. حضني يوم ما اتخرجت ما كانتش محتاجة تزود كلمة بعديها. اكتر حضن بحبه الحضن اللي هو كمل انت قدها. الحضن بتاعك كل حاجة هتبقى كويسة، ده اللي مقدرش اعيش من غيره. عشان عارفين يعني ايه حضن ام، قدام كل صورة هتحطها وانت حاضنها على هاشتاج حافظ على حضن ام، جهينة هتتبرع لمستشفى بهية وممكن تاخدك بأوبر لحد هناك عشان تطمن عليها بنفسك وتحافظ على احلى حضن. جهينة، بنشجع امهات مصر.